اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين. ليت والله كان في كاميرات تصور الاحداث اللي تصير بين الفواصل، كان شفنا اشياء مليئه بالسمسم. تفضل. والله المويه خلصت. المويه خلصت. في مويه وسمسم، اي شيء. ابشر، نبغى مويه وسمسم وكل مزحه برزحه. ها وليد، يعطيكم العافيه ما شاء الله. طيب، مباراه متكافئه. نسمع هنا ونسمع هنا. النتيجه الان 2-1 لفريق اللهب، والكرة الآن في البداية. بسم الله بركة الله، يبدأ أو نكمل الشوط الثاني. رقم 22، رقم 22، والوقت يمشي معنا. سؤال سرعة، ركزوا معنا. أذكر اليوم فقط كرت اصفر عند انس، وتدخلات من اي فريق. وقت يا حكم. تعيق. نعم اكيد. باذن الله. السؤال يقول: في اي مدينة يوجد سوق الطائف؟ الطائف. إجابة صحيحة. سوق عكاظ. سوق في مدينة الطائف. الكرة انتقلت لفريق الشعلة. حكم. الشعلة. نبغى نقلة. نقلة راحت. نوعية نوعية معنوية. نبغى نقلة راحت بعد. تمشي ذبت ما تمشي ذبت. لا لا، ما عليك ما عليك، انا مركز. لك كيلو سمسم. رقم 16 او 17. ركزوا معنا يا شباب الارقام. 16 كلمه بمثل. ركزوا. كلمه مثل. مثل تستخدم فيه كلمه بكى. ضربني بكى وسبقني اشتكى. سعد الخنفري وسط. حلوة سعودة. اللهب مقابل هجوم الشعلة. نرجع ورا. سعد، رقم كم يا شباب؟ 17. رجع شوي بعد سعد. يلا 17. لا يوقف. لا يوقف. ركزوا معي. أسماء مذكرة، يعني أسماء علم ذكرت في القرآن مذكرة. طيب، موسى، يونس، عيسى، هارون، نوح، سليمان، آدم، داود، يعقوب، محمد، إلياس. تم احتفاء. انس دفاع. ما مشكلة، خليك هنا انس عشان الدفاع. انس دفاع مقابل الهجوم. رقم 18. كفوك الطيب طال عمرك. الذاكرة الرقمية. لعبتي اسهلها بس. ركزوا معي. ها، جاوا شوية طويلة بس ركزوا معي. كم يساوي المليون إذا نقص منه 25 هللة؟ هلا هو 900,998. 900,998.5 مليون إلى 25 هللة. رقم لا. جابات خاطئة. إيش الإجابة؟ 999. صحيح. طالب عرفت. 999. رقم. و75 هللة. يعني مرة. الله إنك صحيح. طيب، رقم 19. 19. 19.
بس عجبني اجابتك كذا صراحه. معنى الكلمه مي بصحي المكتوبه. انا اللي مشي المكتوبه. لا ما يبونها كذا. طيب هو قايل انتوا تجيبون اسئله. عجبتني. طيب ما في انتوا الحين خلك الان هنا. احنا هنا جاوب قبل ما تروح عليك. رقم كم قلتوا؟ قلت كم؟ 19. ايوه كم قلنا؟ وش السؤال؟ معنى الكلمه قلت. معنى الكلمه. معنى الكلمه. كلمه تنتهي بحرف الواو تعني لين. عفوا لين. رخو. إجابة صحيحة. طيب طيب للمعلومية عشان بس إحقاق الحق لأي جمهور، أنا يوم أخطيت فيها عدلتها وأعطيتهم ثانيتين على التعديل للمعلومية. لكم أنتم ثانيتين زيادة. لك العافية. طيب لا أنا واضح، أنا أقولها بكل صراحة عشان بس ما يقولون أخطيت ورجعنا. طيب الكرة عندكم الآن. رقم 22. قلنا موجة صوتية. 21. 21. 21. 21 موجة صوتية. يلا الحين يلا. كان مثلا ولا موجة صوتية؟ 21. انتوا كم الرقم قلتوا؟ احنا وصلنا ما ادري يا 22 يا 21. هي عندي اذا 22 فاضي عطني 22. 21. 21 فاضي عطني كلمه مثل. يلا 21 كلمه مثل. يعني 22 موجود ولا راح؟ ما ادري والله. 22 موجود هذا ولا راح؟ خلاص راح. خلاص يلا. طيب 21 مثل تستخدم فيه كلمه. اصبر شوي بس معلش، احد يتكلم من كنترول بس اتاكد من الصوت عندي وشوش كذا. ممتاز بس يا سلام. مثل تستخدم فيه كلمة تالي. اللي ما له أول ما له تالي. إجابة صحيحة. عزة عزة لله درك لله درك الله يعزك. لما جيت الله يعمر أدل ودفع. نرجع شوي عمار. عمار وسط مقابل هجوم. اختر رقم 20. 20 موجة صوتية. ركزوا معي في الموجة الصوتية اللي بنسمعها الآن. واحد اثنين ابدأ. غامش. شماغ. إجابة صحيحة. شماغ. سفياني في دفاع الشعلة مقابل هجوم اللهب اللي داخل بقوة. رقم 19. 19. طيب أسئلة كلها. طيب سؤال سرعة. نعم سؤال سرعة. ماذا يطلق على المرأة التي لا تلد؟ عقيم. عاقر. عاقر. إجابة صحيحة. عاقر. طيب تكلم تكلم يا صبري. الله كفو. تكلم تكلم وفي الهجمة والله تكلم في الهجمة عند أصفر. بندر. معليش بندر السفياني كرت اصفر. طيب ممكن ما انت كابتن يا بندر معليش. طيب معليش بس انه تكلم والهدمه ما انتهت. ما في مشكلة. قلت قبل شوي اذا تكلم والهدمه ما انتهت خلاص. مسؤول يتحدث معايا. اعطيها الملاحظه ما بقبلها. خلاص ما بقبل الملاحظه. حلو حلو تمام. طيب انا مركز. انس عندك شيء؟ انا اقول الصوت الصافره يعني كنا ملاحظه قبل. عامه كذا. لا لا طيب بالفار بالفار. ما في مشكلة. ما في مشكلة. طيب عشان الوقت الآن وصلنا عند حراسة عمر حبيب مقابل هجوم اللهب. يا رب بسم الله على بركة الله. رقم 18. أسئلة سرعة بتكون أتوقع صح يا شباب؟ أسئلة سرعة. نعم السؤال يقول ما هو علم الجيولوجيا؟
علم الأرض. علم الأرض. جول! التعادل الآن 2-2 والنتيجة حامية بصراحة والجولة صارخة والوقت محسوب. الوقت محسوب. جايبي يا شباب انا صفرت ترى بعد الصافره بس نرجع لاماكننا يا شباب الله يعطيكم العافيه. انتهت فقره في التسعين. في التسعين شباب اللي هنا في التسعين انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 واكيد في حال التعادل بنروح دائما لنقاط الاسبوع وايضا الخصومات اللي بتحدد الفائز في لقاءنا اليوم ومن سيغادرنا اليوم والخصومات وفي خصومات لم يتم الاعلان عنها. تفضل ابو عمر معايا هنا. تفضل ابو عمر لبيه معايا هنا. تبيني يا شيخ؟ اي اكيد. شكرا لكل الفريقين الله يعطيهم العافيه قدموا اللي يقدرون عليه. اكيد انه في لحظات فيها شد واخذ واجاباته قد تكون سهله في استعجال في بعض من اللحظات ودنا نستفيد منها حتى في الايام الجايه ان واحد ينتبه اسئله قد تكون سهله ولكن الاستعجال فيها وايضا التاخير والتقديم. شكرا لكم صراحه الله يعطيكم العافيه. المباراه اليوم كانت حاميه والتعادل ايجابي. استاذ وليد واستاذ سامي شكرا لحماسكم. الله يحفظك. بنعلن النتائج وبعدها بنسمع منكم ان شاء الله التعادل هذا يخدم مين. الى هذه اللحظه انا بالنسبه لي ما اعرف بجد بس هنا في فرحه شفتها عاليه وهناك في حزن فواضحه النتيجه بالنسبه لي بس ما ادري الخصومات يمكن تتغير. الفرحه لان انتهى البرنامج لان صراحه عندنا شغل عندنا عزيمه فودنا اوه عشان بس الفرحه انه انتهى البرنامج. بما انك سالت التعادل يخدم مين انا اقول لك التعادل يخدم البرنامج. يا سلام ممتاز كبير يا وليد الله ومبروك لله بيستاهلوا ابطال ما شاء الله عليهم وهذا هدفنا خدمه البرنامج. احنا هدفنا خدمه. طيب النتائج يا حبايب قلبي اعطوني اياها. الحسابة بتحسب ثلاثة أسماء وضعها الأستاذ وليد بصالح وثلاثة أسماء أيضا في الجهة الأخرى وضعها الأستاذ سامي الجار الله. في أشياء كثيرة سمعناها في السوشيال ميديا و